الوقت الذي تقوم به دائرتنا بتنفيذ البرنامج الحكومي وتوجيهات معالي السيد الوزير في الارتقاء بمستوى شبكة الطرق الوطنية في عموم المحافظات واطلاعها بمسؤولية فك الاختناقات المرورية، حيث تم إنجاز أكثر من 103 مشروع منذ استلام الحكومة الحالية لمهامها. وأيضا في نفس السياق بناء على توجيهات معالي السيد الوزير في الجلسة الثالثة لهذا العام من اجتماعات هيئة الرأي بضرورة الاهتمام بالبنايات التابعة للوزارة وإظهارها بمظهر لائق، إضافة إلى ذلك تزامنا مع إطلاق حملة بغداد أجمل ولكون الدائرة تقع في مركز الحضري لجانب الكرخ من بغداد. تم التوجيه بإجراء صيانة شاملة وجذرية للدائرة لتقادم أغلب مفاصلها، إضافة إلى ذلك إنشاء بناية استعلامات بمواصفات جيدة مؤسسة بوسائل الراحة التي تمكن المراجع من إكمال معاملته دون معاناة. أيضا هذا الأمر طبعا يأتي انسجاما مع التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بضرورة الاهتمام وتسهيل مهمة المراجعين. هذه الأعمال تم المباشرة بها قبل 3 أشهر تقريبا واليوم أنجزت، اليوم نحتفل بإنجازها بوجود وتشريف معالي السيد الوزير إضافة للأخوة السادة الوكلاء والمدراء العامين إلى مقر الدائرة لعقد جلسة من اجتماع هيئة الرأي 7 لهذا العام في مقر الدائرة. طبعا نشكر معالي السيد الوزير على دعمه المتواصل لكوادرنا وللدائرة بصورة عامة، وفي نفس الوقت نكرر تعهداتنا والتزاماتنا لمعاليه بالاستمرار على تنفيذ توجيهاته وأيضا تنفيذ البرنامج الحكومي التي كبنته الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بمحور تطوير النقل في عموم العراق. نؤكد استعدادنا لأي مهمة تكلف بها الدائرة، حيث أن كوادرنا اليوم تواصل ليل بالنهار دون كلل أو ملل من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي وتنفيذ توجيهات معالي السيد الوزير. فأهلا وسهلا بجميع الحضور وحياكم الله.